هذه الوقفة تضامنية مع على إثر وفاة أو استشهاد إسماعيل هنية أبو العبد الذي استهدفه الكيان الغاصب الكيان الصهيوني المشؤوم بغارة قتلته وهو في مهمة دبلوماسية في طهران. نقول من هذه الوقفة على أن إسماعيل هنية هو رمز من رموز القضية الفلسطينية، فإن مات إسماعيل هنية أو قتل إسماعيل هنية فالقضية حية في ضمائر كل هذه الأمة، لن تموت إطلاقا، لأن إسماعيل هنية ضحى بأهله وضحى ببيته وبكل ماله، كان يؤمن بالقضية الفلسطينية وبأحقية الشعب الفلسطيني على أرضه. هذا الحدث اليوم هو حدث أكيد سيقلب الموازين، أكيد أن دمه سينبعث نورا يقذف ليبارك هذه الحركة، حركة المقاومة في تجاه الكيان الصهيوني. فإذا وقفتنا اليوم هي ليست فقط تضامنية بل هي استشعار للمسؤولية التي يمكننا من خلالها أن نعبر عن حضورنا وإيماننا القوي والراسخ بالقضية الفلسطينية. في سياق هذه الأحداث اللي وقعت وهذه المجازر يعني اللي ينهال بها المجرم الصهيوني على الشعب الفلسطيني وكذا الاغتيال القائد الشهم القائد الكبير إسماعيل هنية، فساكنة مدينة الجديدة تستنكر وتشجب هذه الممارسات العدوانية، فهذه الأمور هي تؤجج الأوضاع. فإن كان الغاشم أو المطبعين والصهاينة يعتقدون بأن بهذه الاغتيالات أنهم غيخلعونا سينو، راه كل ما مات أحمد ياسين ومات الريسوني واغتالوا فخرجنا شباب، فهذا يولد شبابا، فهذا يولد ثورة أكبر من هذا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدنيا وسألت لما هذا العالم قاسي لا يبالي، بشر تركوا عروبتهم مقابل ثمن بخس، وبشر غرتهم الشهوات والفساد في الليالي. أخبروني ماذا أصاب ضمائركم؟ أو ملأتم حياتكم تسالي؟ هاته فلسطين تنادي، وغزة تنادي وتصرخ أطفالي، ويا أسفاه على أمتي التي نسيت دينها، كم ترى أوجاعي ولكن لم تبالي. أخبروني أخبروني ألم يئن أوان فطامكم؟ ألا زلتم مقيدين بسلاسل الصهيوني المحتالي؟ سأعود زهرة يانعة، جبلا صامدا، سيكون النصر بإذن الله موال. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.